بكل قوة للتأكيد على تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه وثوابته، ورفضه لصفقة العار وكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. ونؤكد بأن شعبنا الفلسطيني على مدار التاريخ أفشل كل المؤامرات وكل المخططات، وسيفشل أيضا صفقة القرن ويدوسها تحت أقدامه، وسيدوس هذه الصفقة وهذه المؤامرات التي ستتحطم على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في القائد، ونشكر القيادي من حركة الأحرار أخ المجاهد نضال المقداد على ما تقدم به في هذه كلمة طيبة. ستذهب هذه الصفقة ولم تساوي الحبر الذي كتبت به، وسيبقى شعبنا متمسكا بأرضه ضاربا بجذوره في أعماق هذه الأرض. نبقى الآن مع كلمة الفصائل الفلسطينية يلقيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأخ خميس الهيثم أبو عبيدة، فليتفضل. صفقة من مشيها، شكلك يا طالب بتحلم، القدس من فرضيها اتعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، القائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ونحن نقف في هذا اليوم المبارك، هذه الوقفة التي تؤكد رفضنا مواجهة لصفقة القرن التي يحاول فيها العدو المجرم ومن لف لفيفه من أمريكا ودول الغرب التي تتآمر على شعبنا ليصفوا هذه القضية. نقف اليوم وقفة عز وفخار، مؤكدين مجتمعين كأبناء شعب فلسطيني أن هذه الصفقة لن تتخطى الحبر الذي كتبت به. لذلك من هنا نتوجه بالتحية، تحية إجلال وإكبار، أولاً لشعبنا الفلسطيني المجاهد في الضفة المحتلة وفي القدس المحتلة وفي غزة وفي الداخل وفي كل أماكن التواجد. نبرق بالتحية للمقاومة الفلسطينية التي تثبت يوما بعد يوم أنها القادرة على تحطيم هذه الصفقة كما حطمت كل المؤامرات السابقة. مر الغزاة ومرت الغزوات تلو الأخرى على غزة وعلى شعبنا الفلسطيني، فمضى الغزاة وبقيت فلسطين، فلسطين الأرض وفلسطين الحضارة وفلسطين التاريخ، وذهب الغزاة بلا رجعة. يعدهم ترامب بأن القدس لهم وأن الأرض لهم، ووعدنا الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أي وعد سيصبح حقيقة؟ بالتأكيد، وكان وعد الله مفعولا، وكان وعد الله مفعولا. وهنا نؤكد أن مواجهة صفقة القرن تكون بعدة خطوات، وكلنا يعلم ما هي هذه الصفقة ومكوناتها. نتكلم بكيفية مواجهة هذه الصفقة. أولا، يجب علينا ككل فلسطيني أن نتوحد تحت علم واحد وقضية واحدة وهدف واحد وعدو واحد هو العدو المجرم، لكي نستطيع أن نجابه هذا العدو بكل ما أتينا من قوة. كذلك نطالب كل الشعوب العربية والأنظمة العربية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني نصرة لقضيته، بدلا من أن نسمع أن بعض الشعوب أو بعض الأنظمة تقوم بالتطبيع مع هذا العدو موجهة سهامها إلى ظهر شعبنا الفلسطيني وطعنه في مقتل. نقول أن التطبيع يعد خيانة
لله ولفلسطين. لذلك كل من يحاول أن يطبع مع هذا العدو وأن يمرر هذه الصفقة وأن يوقع على هذه المؤامرة ستلعنه الشعوب وسيلعنه التاريخ وستلعنه الأيام القادمة. ورسالة ثالثة للعدو المجرم: إن المقاومة الفلسطينية كما نراها اليوم أصبحت أشد قوة وصلابة، ولا يمكن لأحد أن ينتزع هذا السلاح إلا على أجساد شعبنا الفلسطيني، إلا على أجسادنا. وستستمر المقاومة في مواجهة هذا العدو حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى، ولن يستطيع ولن نلقي سلاحنا إلا في باحات المسجد الأقصى فاتحين محررين بإذن الله تعالى. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. لذلك ختاما نقول لشعبنا الفلسطيني: استعينوا بالله أولا، ولا تيأسوا فستفشل هذه الصفقة، فإن من يواجه هذا العدو المجرم وهذه الصفقة لسنا وحدنا، إنما من يلتف حولنا من محور المقاومة، محور الخير والبركة في كل أماكن تواجده، وعلى رأسهم هنا مقاومتنا الباسلة في فلسطين التي تعد رأس المقاومة ورأس محور المقاومة في فلسطين. بوركت مقاومة شعبنا الأبي وبوركت جهود الإخوة في حركة الأحرار على هذه الوقفة، وندعو كافة جماهير شعبنا للعديد من الوقفات المساندة لأهلنا في القدس والضفة مواجهة لصفقة القرن التي نراها بإذن الله تعالى تحت الأقدام، وستبوء بالفشل بإذن الله تعالى ببركة جهدكم وتكاتفكم ووحدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم أبو عبيدة. دائما قضيتنا لا يمثلها إلا أهلها فقط، أولئك الذين جادوا بأرواحهم ومهجهم والدماء فداء لفلسطين. وقبل نهاية هذه الوقفة سنحرق الصفقة لتذهب إلى مزابل التاريخ هي وأصحابها.